وفي المنسير تم اليوم تتويج الفائزين في مسابقة تحدي القراءة العربي التي تنظمها دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع وزارة التربية، والتي فازت بجائزتها الأولى على المستوى الوطني التلميذة ياسمين السلمي من المعهد النموذجي بجندوبة. هي أجواء اختتام الأدوار النهائية لمسابقة تحدي القراءة العربي الذي احتضنه فضاء قصر العلوم بالمنسير، ليتم فيه الإعلان عن الأسماء العشرة الفائزين من التلاميذ الممثلين لمختلف الولايات التونسية. وكنت متوقعة معناها باش نجي من العشرة الأولانيين، نجم نقول ما مش من الثلاثة الأولين ولا مش الأولى على الجمهورية، ما كنتش متوقعة، ما فرحانة برشا. معناها حضرت المسابقة ذي، طلعت على كتب متنوعة وحاولت نجاوب على الأسئلة، ما فماش ما أسهل منها، معناها جوست عبد لازم يمشي حتى الآخر. هذه مسابقة قائمة يجب على كل تلاميذ أن يشاركوا فيها، فهذه مسابقة تعلم التلاميذ كيف يتعاملون في المجتمع في أي مكان. ما يناهز 70,000 تلميذ شاركوا في هذه المسابقة ومروا بمراحل التصفيات وفق معايير محددة. نتوج اليوم المتفوقين على المستوى الجهوي الأوائل فقط، الخمسة الأوائل من الابتدائي والخمسة الأوائل من الإعدادي والثانوي، ونعلن اليوم من بين الذين شاركوا في هذه التصفيات الوطنية على العشر الأوائل الذين ستكون جائزتهم الأولى. هو أولا الانتقال إلى مدينة دبي لحضور فعاليات الحفل العربي النهائي وتمكين التلميذين المتفوقين والتلميذ الأول المتفوق من الدخول في مسابقة مع كل التلاميذ المتفوقين من دول العربية الأخرى. وتعد مسابقة تحدي القراءة أكبر مشروع عربي للتشجيع على القراءة يجمع مختلف الدول العربية، وقد سجلت تونس هذه السنة مشاركتها الأولى. أنا أقول هذا بداية بتعودة إذن الثقافة وعودة الفن وعودة الذوق وعودة الأنسنة لومانيتي، لأن المدرسة دورها الأنسنة. شفتوا الأولاد، أنا متحقق على الأولاد بتاعنا مش مشوا المسابقات، لأن مش تكمل المسابقة، مش تواصل المسابقة، ومش نكونوا تونس من رواد كما كنا قبل من رواد المسابقات، وإحنا لقينا تاريخ، وهو تاريخ إذن ما قامت به المدرسة التونسية من عهد الاستقلال، ما قام به رواد العطوانية. ما إحنا سنصنع ثلاثة طرق: طريق المعرفة وطريق الثقافة وطريق الأنسنة. هناك خطة استراتيجية تمتد لمدة 5 سنوات، بدأناها هذا العام وسننهيها إن شاء الله خلال 4 سنوات القادمة، وسنحقق معا من خلال هذه العلاقة الاستراتيجية القوية ما يقرب إلى 50% من طلبة تونس بإذن الله ومن طلبة الوطن العربي. تحدي القراءة مسابقة تأتي في وقت تغزو فيه التكنولوجيا مختلف وسائل التعبير والتعليم، علها تساهم في استعادة مكانة الكتاب وتجدر شعار أمة تقرأ.